أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا علم ضرر بعض المأكولات على الجوانب الصحية وثبت ضررها، فما حكم تناولها؟ وهل يؤجر الإنسان بتركها؟ لا يجوز له أن يأكل ما فيه ضرر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يضر أو يشرب ما يضره. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المحرمات وزجر عنها، لا يجوز للمسلم أن يتناولها ويتساهل فيها. نعم.